السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن العربية فيرنا اللي ما تغيرش شكلها من يوم ما نزلت لحد النهاردة، واللي مش موجودة في أي دولة. ويوم ما نزل الشكل ده نزل باسم هيونداي أكسنت، وفي فيديو بيشرح كل النصبايا دي هيظهر دلوقتي في علامة الآي هنا. هنتكلم النهاردة عن كل حاجة تخص هيونداي فيرنا، موديلات من 2004 إلى 2011، وعموما الشكل والعيوب زي ما هي في الموديلات الحديثة حتى يومنا هذا يناير 2022. هنتكلم عن أداء المحرك والمواصفات. نزلت فيرنا بمحرك 1600 سي سي قدرة 106 حصان مع وزن 1405 كيلو جرام، والكلام ده بيخلي العربية سريعة في فئتها، ومحرك العربية برضو نازل بنقل حركة عادي ونقل حركة أوتوماتيك، ودي ميزة ما بتوفرهاش كتير من العربيات في الفئة السعرية المتوسطة. بالنسبة للثبات والمناورة، نظام التعليق بيوفر العربية المرونة المطلوبة على الطرق المصرية، ومحدش اشتكى من مرونة العربية أو قدرتها على التعامل مع الطرق المصرية أو أي طرق تانية في العالم طبعا ما عدا الصحراوية. لكن واجهت فيرنا بعض العيوب في عدم قدرتها على الثبات، وده بسبب العجلات الرفيعة وخفة الوزن وتصميمها. أغلب اللي بيشتري فيرنا بينصح بتغيير العجلات بعجلات تانية أعرض عشان يوفر الثبات والقدرة على الفرملة في وقت قصير. سعرها متوسط، عيوبها خطيرة، تسارعها جيد، ثباتها سيء جدا، فرملها ملهاش أي لازمة، يعني لو تطلع رجلك تفرمل بيها يبقى أحسن. صاجها ضعيف، ورق زي هيونداي اكسل بتاعت التسعينات، ولكن سعر وسرعة اعادة البيع جيدة في مصر، وانا مش مستغرب خالص من التناقض ده. على ارض الواقع ما تمش اختبار هيونداي فيرنا من اي مؤسسة عالمية. العربية ما فيهاش اي وسائل امان في موديلات من 2004 الى 2011. العربية غير امنة وخطيرة جدا، وليست على المستوى المطلوب عند الاصطدام لا قدر الله، وكل ده بسبب نظام الفرامل الفاشل. بتتسع الفيرنا لعدد 4 اشخاص بالغين بشكل جيد، مساحة التخزين بتاعتها من جوه صغيرة نسبيا، شنطة العربية مساحتها جيدة، الفرش الداخلي تعبان جدا، والخامات رخيصة. طولها 4.26 متر، عرضها 1.68 متر، الارتفاع 1.40 متر. مساحة التخزين الخلفية في الشنطة 334 لتر. الفيرنا نزلت بمجموعة من الامكانيات في الفئات العالية بتاعتها، زي تكييف هواء، ازاز كهرباء امامي وخلفي، باور ستيرنج، سنتر لوك بريموت كنترول، مصابيح ضباب امامية، جنوط 15 بوصة، راديو سي دي، 4 سماعات، احزمة امان ذات نقاط تثبيت ثلاثية، مقعد السائق قابل للتعديل في الارتفاع، اضاءة داخلية عند فتح الابواب. مميزات الفيرنا، هيونداي فيرنا من اكثر العربيات انتشارا، وده لانها سريعة بالمقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية. العربية دي قليلة الاعطال، وقطع غيارها متوفرة في كل مراكز الخدمة وعند كل تجار قطع الغيار. اسعار الصيانة بتاعتها قليلة، وده اللي خلاها عربية الشعب المنتشرة في اكثر الاماكن لدى الفئة المتوسطة. موفرة في استهلاك الوقود، وخزان البنزين بتاعها كبير وبيتماشى مع الاستهلاك الاقتصادي. سرعتها القصوى 190 كيلومتر ساعة، وده اللي خلاها بتتفوق على كتير من الموجودين في نفس الفئة السعرية اللي بتنتمي ليها. بتوفر منها نسختين، نسخة بناء الحركة مانوال ونسخة بناء الحركة اوتوماتيك. هيونداي فيرنا موديلات من 2004 ل 2011 اللي بنتكلم عنها النهارده بيكون سعرها في حدود من 80,000 الى 100,000 جنيه. عيوبها طبعا من ابرز العيوب اللي الناس كلها عارفاها، ضعف الفرامل وضعف منظومة التعليق مع السرعة الكبيرة للعربية. المقاعد الموجودة فيها سيئة وغير مريحة، والخامات الداخلية مصنوعة من خامة البلاستيك الرخيص والضعيف، وبتتلف بسرعة من الشمس والاستخدام. الخلوص الأرضي قليل، وارتفاع العربية عن الأرض منخفض، وده بيأثر على راحة الركاب وخصوصا في الطرق المتعرجة الغير ممهدة. المكيف بتاعها ضعيف ومش بيوصل للمقعد الخلفي، وكمان بيأثر على المحرك خصوصا في السرعات العالية. في خشونة في نقل الحركة المانيوال، وده بيسبب عدم راحة وخصوصا لأي حد بيسوق لأول مرة. هيونداي فيرنا أسوأ عربية في الثبات، تحديدا في المنحنيات وفي الملفات الحادة وعلى السرعات العالية. يعني من الآخر، لو عديت سرعة 100 كيلومتر ساعة وحبيت توقف الفيرنا بسرعة، لازم تدور على عربية تانية أو شجرة تساعدك في الحكاية دي، وتنسى موضوع الفرامل ده خالص. هحط لكم لينك الفيديو الخاص بالفيرنا وشكلها في جميع دول العالم. الفيديو ده كان عنوانه هيونداي فيرنا أكبر خدعة في تاريخ تجميع واستيراد السيارات في مصر، وعملته سنة 2019. والسر طبعا إنها ليست هيونداي ولا فيرنا، لكن طبعا لا حياة لمن تنادي. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.